انطلقت العائلة التونسية في الإعداد للسنة الدراسية الجديدة عبر اقتناء مستلزمات التلاميذ من المحلات التجارية، فإن عدداً آخر من التونسيين خير التوجه نحو الأسواق الموازية بحثاً عن أسعار تناسب مقدرته الشرائية، فيما تبقى الجودة محل تساؤل. بالنسبة للزوال في الأسواق ساعات خير، وهذيك هي كاليتي، تلقاها في الأسواق تلقاها في البوتيك، ما تكذبش عليك وأنت مخكوك منك تعرف كل شيء. التونسي في مقدوره ينجم ماشي ينجم يشتري من الأسواق، فالي يطلع فالي يعبط أسعار حرة يضحي بالكاليتي على خاطر فلوس. بالرغم أن في الأحوال ديما تلقى الكاليتي ما خير وأحسن، أما هو يقبلوا على الأسواق على إمكانيات الأكثر الأقل، هو بده مقتنع أنها ماهيش دو مارك، حاجة جيت باش يسلك أموره الأكثر الأقل، هي أسواق موازية تتسمى، أما تجي تلوم تعذر، كل إنسان من حقه يخم في مكتوبه. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعت المواطنين إلى الحذر عند اقتناء بعض الأدوات المدرسية من الأسواق الموازية حفاظا على صحة الأطفال، محملة مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى المحلات التجارية الكبرى. لجوء المستهلك إلى التجارة الموازية هو بالنسبة له ضروري، على خطر في المساحات الكبرى كما نعرف الناس الكل ثم غلاء، وغلاء في نسق تصاعدي فاحش نظرا للتطبيق، هي الهامش الربح الخلفي على المنتوجات نتاعها تقدر ب 30% وهامش ربح إجمالي يقدر ب 70%. نلقاو العديد من المنتوجات اللي موجودة في التجارة الموازية هي مقلدة وما هيش صحية على صغيراتنا، نلقاو كيما الغلاف تاع الكراسي المدرسي كيما القوام وعديد المنتوجات اللي فيهم مواد تنجم تقول مضرة بالصحة، مواد سامة ثقيلة. رغم الضرر الذي قد تسببه السلع المعروضة في الأسواق الموازية على التلاميذ من جهة والاقتصاد الوطني من جهة ثانية، إلا أن هذه الأسواق تعتبر متنفسا للعديد لتوفير الظروف الملائمة للأبناء للعودة لأقسام الدراسة.